إلى واشنطن، حيث أطلق مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بالتعاون مع منظمات مسيحية ويهودية أمريكية حملة ملتقات في حافلات واشنطن، وذلك ردا على حملة معادية للإسلام أثارت حفيظة كثير من سكان المدينة، وذلك بعد أن اتهمت القرآن بالحث على العداء لليهودية. قرر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الرد على الدعاية التي ظهرت مؤخرا على حافلات المدينة تتهم الإسلام بالحث على العداء لليهودية، بالاستشهاد بآيات من القرآن الكريم ودعم من يهود ومسيحيين أمريكيين. الآية من سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعتقد أن هذه الآية هي الرد المباشر، لأنها تحترم الأديان الأخرى وتؤمن بالتعايش ولا إكراه في الدين. ويسعى إعلان منظمة كير أيضا إلى توظيف الإشمئزاز الذي خلفه الإعلان المعادي للإسلام لدى كثير من سكان العاصمة بعد ربطه المسلمين بالنازية. في كل الديانات توجد نماذج سيئة تتم المبالغة في أفعالها، وأعتقد أن هناك جماعات تستفيد اجتماعيا وسياسيا من تلك المبالغات. ويذكر أن مصلحة النقل العام رفضت في البداية الدعاية المعادية للإسلام، لكن المنظمة التي تقف وراء الإعلان كسبت قرارا في المحكمة يؤيد موقفها بدعوى حرية التعبير. وحسب دراسة أعدتها منظمة كير، فإن معاداة الإسلام في أمريكا أصبحت صناعة قائمة الذات بموظفين متفرغين وتمويل سخي، من جهات يبدو أنها تخشى من تعاظم النفوذ السياسي لعربي ومسلمي أمريكا. محمد العلمي، الجزيرة، واشنطن. وينضم إلينا من واشنطن نهاد عوض، مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية. سيد نهاد، ما حجم هذه الحملة التي تقومون بها وما أهميتها في الرد على الحملة المعادية للإسلام؟ هي حملة ورد مباشر على المنصقات التي ظهرت على حافلات في واشنطن ومحصورة على 21 ناقلة لمدة شهر كامل، ونحن نحاول أن نحصر الرد في المساحة التي ظهرت بها الإعلانات المعادية والتي تسيء للإسلام، لأنها رد مباشر وصريح. لكن الجهد الأكبر هو محاولة إعطاء فرصة للمواطن والشعب الأمريكي للتعرف أكثر على طبيعة الإسلام من خلال مصادره الحقيقية مثل القرآن الكريم. فنحن طالبنا الذين يشاهدوا الإعلان المسيء للإسلام وللقرآن أن يتصلوا بنا بشكل مباشر، ونحن على استعداد إهدائهم نسخة مجانية من الترجمة. وكيف هي الاستجابة حتى الآن؟ الاستجابة ممتازة، لأن هناك ردة فعل سيئة ضد الحملة المسيئة، لأنها تشهر بالإسلام وتستخدم صور خارجة عن نطاقها وتهاجم الإسلام بشكل، وهذا ما يرفضه المواطن الأمريكي العادي. الاستجابة كبيرة، حيث هناك عدد كبير من طلبات الحصول على القرآن الكريم. فنحن منذ بدء عدة سنوات قريبة استطعنا أن نوصل 80,000 نسخة من نسخ القرآن الكريم المترجمة باللغة الإنجليزية، وهدفنا هو 1,000,000 نسخة على نطاق الولايات المتحدة. يعني من خلال التقرير لزميلنا محمد العلمي ومن خلال دراسة أنتم أعددتموها، يبدو أن معاداة الإسلام يعني الآن تعتبر حملة منظمة وممنهجة. في المقابل أنتم ما الذي تنوون القيام به؟ هل من خطوات تصعيدية أخرى دفاعا عن الإسلام في أمريكا؟ نعم، نحن في بصدد تركيز جهدنا على محاصرة خطاب العداء من خلال إحصاء ظاهرة الإسلاموفوبيا أو الصناعة الجديدة هذه. وهناك حوالي 37 مؤسسة متفرغة في الولايات المتحدة تنشط في مناهضة الإسلام وتشويه صورته ومحاولة إقصاء المسلمين. فعلى سبيل المثال، منذ عام 2008 من 2011 أنفقت هذه المجموعات ما قيمته 119 مليون دولار
على حملات تشويه المسلمين ومحاولة منع بناء مراكز إسلامية في الولايات المتحدة. فنحن في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية نقدم المعلومات لصانع القرار وللإعلام بحث التي تحاول أن تفهم هذه الظاهرة، وكذلك نبني تحالفات كما أظهر التقرير مع جمعيات دينية وسياسية أخرى. الجانب الأخير والثاني وهو توفير المعلومات الحقيقية عن الإسلام وتقوية وجود المسلمين من خلال الشراكة السياسية والاندماج في المجتمع، لأنه التقارير أظهرت لنا على أن النظرة الإيجابية للإسلام في ذهن المواطن الأمريكي تأتي من خلال التفاعل والتواصل المباشر مع المسلمين الأمريكيين. سيد نهاد عوض، مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، كنت ضيفنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.